ما فيهاش البركة. كنا مزيانين وجات البنك، جات المرأة هذه تزيرت، ما زيرتش عليك المرأة، زيرت عليك البنك اللي مشيت عندها. بغيت انت تدير الحفلة كبيرة، ها انت دير الحفلة كبيرة تخلص عامين انت تخلص في الليل، بقى يحرم عليك النعاس في الليل. ها وحصلت تلك المرأة يقول هذيك المرأة مش أمم غني، قلنا ماليش فيها احنا في الزيارة. إذن هذا جزء من التربية الإسلامية التي بينت فيها أن الإسلام يرعى المصلحة العامة إذا ما اختصمت وإذا ما تضاربت المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة. ثم إننا لو نظرنا في التوجه الشرعي عموما أيها الإخوة لجدنا أنه إذا رأى المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وكلاهما له في الإسلام تنظيم دقيق. مش كانوا يقولوا اشتراكية، الاشتراكية قالوا نحن ضد الرأسمالية، لأن الرأسمالية جاءت لصالحي الفرد ضد الجماعة، فنظرنا حكم الجماعة ودرنا الملكية الجماعية ودرنا الودادية الجماعية ودرنا ملكية الدولة في لصالح الدولة في مقابل ملكية الفرد، درنا المقابل أي ملكية الفرد أفلست المجتمع الرأسمالي، درنا المجتمع الشيوعي والاشتراكي باش نستجيب لمطالب الفرد الجماعة في مقابل الفرد، فولنا كل واحد عضو في الجماعة وقولوا حتى أنا هذا الحبيب ما نهزوش بوحدي، كاع نهزوه كاع نقعدوا، فأصبح الفلاح ينوض لنا 8:30 ها وحتى هو يدير العطلة ديالو والسبت ما يخدمش والساقية ما تجيش نهار السبت ما عندنا غراض والمحلات إلا تهرس هو ماشي مسؤول عليه، راه دبران حتى يجيبوا لي محلات جديدة باش نحرس، هاد العادة تحرس الله يهني العذر عندك أن المحلات راه مهرس ما تدبرش، شكون اللي قال لك أنت شنو تدبر؟ المهم تيجيبوا لك المحلات جديدة وحرس، ولا ما حدش العام تحرس العام الجاي، ما حدش العام الجاي تحرس الآخر، وعمر ذاك المحلات ما يتصلح. فصار الدول التي أخذت بنظام هذا الجماعي اشتراكي الشيوعي أصبحت تموت جوعا، الأرض عندها والبشر ما يخدمش لأن كل شيء ذات الجماعة. وشكون أنايا؟ أنا ماني أنا نوض بكري عشان أنا قبل عباد الله. فلذلك وقع ما وقع من الاختلاف. قلت إن الإسلام يوزع الأدوار بين الفرد والجماعة ويعطي الفرد حقه ويعطي الجماعة حقها ويحفظ مصلحة الفرد ويحفظ مصلحة الجماعة في تنظيم عجيب جدا وفي ترتيب يجب أن نطلع عليه، والاطلاع عليه إنما يكون من خلال معرفة هذه الشريعة في بمعرفة الفقه الإسلامي الذي هو تصوير لأهداف الشريعة الإسلامية. قلت إن الشريعة الإسلامية سواء اهتمت بالجانب الجماعي أو بالمصلحة الجماعية أو بالمصلحة الفردية فإنما هي تنظر إلى أمر أبعد وهو انتظام الحياة الاجتماعية. في بعض المرات تلغي مصلحة قضية الفرد لصالح الجماعة، وكل في هذه الأشياء كلها إنما تريد الشريعة الإسلامية أن تيسر وتكفل أمر مهما وهو أن تنتظم الجماعة الإسلامية في أمدها البعيد. لاحظوا هذا الأمر هذا. الأحكام الشرعية تنظر إلى المآلات وإلى المقاصد التي لا تكون حاضرة في ذهن الإنسان الآن. مثلا مثال يذكره الفقهاء ونذكر الآن بطريقتنا نحن الطريقة المعاصرة، وجود مثلا لو وجدنا إنسانا طاعنا في السن، شيخا عجوزا مريضا منهكا لا يبصر لا يسمع في حالة بئيسة جدا لا يستمتع بالحياة، فيأتي أحد مثلا أقربائه يقول لو أننا مثلا سقيناه سما لأرحناه لأنه لم يعد يستمتع بالحياة، إن الحياة بالنسبة إن الموت بالنسبة إليه أفضل من الحياة لأنه لم يعد له أي صورة من صور الاستمتاع بالحياة. فماذا يقول الشرع في هذا؟ لنأخذ الحالة الجديدة التي يسمونها دافع الموت بدافع الشفقة، إنسان مصاب بمرض خطير ميؤوس منه، مصاب مثلا بسرطان في مراحله الأخيرة، يعوي عواء
يصرخ لا ينام لا تنفع فيه المهدئات، يتألم يتضور، فيتقدم أحد أقاربه يقول لماذا لا نحقنه حقلة تقضي عليه وتجعله ذلك نهاية حياته، لأننا لا نقتله لأجل القتل وإنما نقتله شفقة عليه، أو ما يسمى الآن بالقتل بدافع شفقة. فما قول الشريعة الإسلامية فيها؟ أيجوز هذا ما يزكي؟ إنه في جميع هذه الحالات لا يجوز. لماذا؟ لأن النظام العام للجماعة الإسلامية سيختل، لأنه بعد مدة وبعد الاطمئنان إلى هذا الحكم سيعمد أناس إلى آخرين يرونهم شيوخا مثلا أقل أو في حالة يثقل عليهم تحملهم، فكل من ثقل عليه والده أو أراد أن يستريح منه فليدعي أنه لم أن الحياة بالنسبة إليه لم تعد مناسبة فيقتله. إذن فينتشر في الناس القتل بهذه الطريقة. إذن المآل ما هو؟ المآل والغاية هي انتشار القتل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من هذا الأصل حينما وقعت في صنعاء يمن قصة رجل وامرأة، كانت المرأة متزوجة من رجل غاب عنها هذا الرجل وترك معها ابنه أي ربيب هذه المرأة، ففي غيبة زوجها غشيها رجل وزارها رجل كان يتردد عليها، فأحس الربيب بما تفعل زوجة والده كانت تخونه، فتذاكرت المرأة وعشيقها قصة هذا الطفل الذي إن رفع الخبر إلى والده سيقع مشكلة كبيرة، فقال إذا فلنتفق جميعا على أن نقتل هذا الولد الذي رآنا وننهي قصته نزعم أنه مات وكذا. فاتفقت المرأة وهذا الرجل وعشيقها على أن يقتل هذا الطفل، فقتلاه. ثم من بعد كشف أمرهما حينما جاء الزوج، فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب فقيل له إن هنالك رجلا وامرأة قتلا نفسا واحدة، هل نجعل النفس بالنفس أي أننا نقتل بكل مقتول قاتلا واحدا؟ إذن نفس تقتل بنفس، لكن الآن هذه نفس في مقابلها نفسان اشتركتا، أي رجل وامرأة كل اشترك معا في طفل واحد، فهل نقتل أحدهما؟ هل نعفي أمرهما أو نعفو عنهما؟ هل نكتفي منهما بالدية؟ أشكل على الأمر. فسئل عمر عن هذا فقال والله لو أن أهل صنعاء جميعا تمالؤوا واتفقوا على قتل رجل واحد لقتلتهم بهم جميعا، أي لو أن أهل صنعاء اتفقوا كلهم على أن يقتلوا رجلا في صنعاء فمات الرجل لقتلت جميع أهل صنعاء. طبعا هذا لا يتم، ولكن تصوير لهذا الحكم الصارم. لماذا؟ لأننا إذا صرنا لا نقتل الرجلين المشتركين في القتل، فمعنى هذا في نهاية المطاف ماذا يقع؟ أن كل من أراد أن يقتل آخر فليبحث عن شريك فيرفع عنهما الحكم، أي إذا قتلت الرجل خصمك وحدك ستكون متحملا ويوقف عليك يقام عليك الحد، الحد حينئذ هو القتل، لكن إذا أردت أن تنجو فاطلب رجلين آخرين يعينانك فيصير القتلة ثلاثة والمقتول واحدا ولا نقتل ثلاثة بواحد، وحينئذ ستتأسس شركات القتل عند المسلمين. شركات أي من أراد أن ينجو من القتل من الحد فليجمع معه آخر وينجو الجميع ويعطون الدية وينتهي الأمر. فهمتوا؟ إذن المآل الذي رآه عمر أن القتل يجب أن لا يتم، سواء كان قتل واحد لواحد أو اثنين لواحد أو ألف لواحد، المهم أن الجميع يقتل، وحينئذ لم يبقى للقتل في حياة المسلمين مبرر. إذن هذه الأحكام كما قلت هي التي، أو مثل هذه الأحكام هي التي تعطينا هذه الخلاصة التي ذكرت لكم، وهي أن الشريعة الإسلامية تؤدي إلى أحكام تنتظم المجتمع ككل. المجتمع الآن نظره قصير، المجتمع ديالنا خص كيف يكون مجتمع بحال ديالنا متخلف، فين يشوف غير عند رجليه الإنسان الآن عنده رجليه، يشوف عنده ما يزيدش يشوف رجليه وعنده حاجة، يعني عنده حاجة بغيت نقبله والعرض
العرب تقول صاحب الحاجة أرحن، اللي يكون عنده شي حاجة بغي يقضيها يكون هبيل ما يعرفش فين صوت القلاصة ما يفكرش بعد، فيتصرف هذا الإنسان تصرفات مخالفة للشريعة الإسلامية. احتاج مثلا لقرض، سلف على الأول ما كانش نقز جابوا الهيرد ادى القرض، فإذا احتاجت دولة إلى القرض ما كانش يسلفها مشات مباشرة عند صندوق النقد، مشات الدول الإسلامية لصندوق النقد، ولكن هذا كان يسهل الحالات كي يقبضوا يعطوك شي دين شي قرض ملاير هكا وتشدهم وتفرح بهم زيان حصلنا الآن هذا السنة على قرض، ولكن حينما تكثر القروض وتتوالى الأيام وتبحث عن نفسك إلى أين أنت ذاهب تجد أنك بقرض كذلك قد عمقت الأزمة، بحال قروض ديال الدول الإسلامية قروض كثيرة والأزمة أكثر، كل قرض مشكلة لأن خصو دين وخدمة الدين وجدولة الدين والاستشارة مع صندوق النقد وتنشأ حينئذ البطالة وتنشأ التضييق وتنشأ أشياء. لو أن المسلمين في الأول صبروا على فقرهم لكان أفضل لهم من هذه الديون التي يأخذونها بلا حساب. أزمة الآن موجودة الآن يتحمل الربا النظام الربوي فيها جزءا كبيرا لأن الناس كانوا لا يجدون حلا إلا الربا، وهذا كما يقع أي دول الآن ما فكرت فيه إلا بعد سنوات، والآن بعض الدول منها المغرب الآن أصبح تقول إننا يجب أن نتوقف في قضية أخذ القروض من الخارج، يجب أن هذا وين كان يقول الإسلام بأن القروض الربا عبارة لا تفرقكم. الإسلام كان المحامي الأول على الأمة الإسلامية، لكن الإسلام ترك في ظهريا وأخذنا بأقوال الاقتصاديين وكذا، فإذا بالقروض هذه تؤدي إلى الكارثة. والمشكلة الكبيرة هي أنك كي تجي أزمة الجفاف وأزمة البطالة وأزمة 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 ما يكونش هاد الأزمات موجودين في صندوق النقد، يكون عندك غير بحال الأزمة اللي وقعت للناس هنا مثلا في الديون التي غرق فيها الناس، واحد بنا أوتيل، واحد بنا كذا، واحد بنا قصر، واحد بنا كذا، واحد ومباشرة قلب الله الأحوال وجات الجفاف وجات الأزمة وتوقفت الناس والفندق راه واقف ما يجيبش ما يدخلش حتى 1000 فرنك في الليلة، ها والديون راه زايدة، وإنسان اللي ادى داك القرض ما يجبر الله يهرب ولا 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 يبيعه ولا يشريه ولا شكون اللي فاهمين؟ يكون إنسان من الأغنياء يولي من السجناء، من الأغنياء كنت من داك الفندق تبني تولد، ها فندق صغير ولكن بفلوسك، اما بنيتو درنا واحد الاقتصاد منتفخ مرتفع ديالاش ديال القروض الربويه. الان واش هاد الفلاحه معناتها هما كانوا اغنياء غير الكذوب، الفلاحه ديالنا غير يديو على صندوق القرض وصندوق لا، الان كلشي نفضح بقى الان حتى شي واحد ما بقى من الاغنياء، لا اللي كان في صندوق لا الفلاحين ولا التجار، كلشي نفضح الى حاجه ما كانت واقفه على الصح، كلشي كان واقف على الربا، والربا ما عندكش باش تعطيه، ما بقالكش غير ما تمدو وغير تعطي راس المال ديالك ابدا. اذا كما قلت ايها الاخوه ان الشريعه الاسلاميه في احكامها تنظر الى المآلات والى مصائر الامور، وهذا هو الامر الذي نختلف فيه مع كثير من الذين لهم كسر النظر، الذين يرون البارقه القريبه فيتصورون انها يمكن ان تكون حلا ويمكن ان تكون شفاء لامراض الامه. ان الشريعه الاسلاميه في احكامها التي ربما يرى الناس قاسيه او عنيفه او شديده، ان الشريعه الاسلاميه لا تستهدف الا خير هذا الانسان وخيره في المدى البعيد وخيره في المآل وفي النهايه، وكل احكام الشريعه الاسلاميه تدور على هذا المحور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فقد توقف الحديث بي في المرة الماضية
عند الإشارة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية مدارها ومرجعها على تحقيق المنفعة والمصلحة للإنسان، وقد بينت أن هذا متجل في المعاملات وأحكامها فيما منع من الشرع من المعاملات وما أجاز في ذلك كله، نلحظ أن المصلحة معتبرة، فكل شيء أضر بالناس وأساء إليهم وفوت عليه المصلحة فالشرع يرفضه، وكل شيء أدى إلى أن تنسجم الحياة وينال كل فرد في المجتمع حقه فالإسلام يقره. وبهذه الطريقة استطاع الإسلام أن يجلب الخير للجميع وأن لا يراعي فئة لصالح على حساب فئة أخرى. فأحكامه كما بينت في البيوع، في تلقي الركبان، في كثير من البيوع والمعاوضات التي أجازها الإسلام تراعي هذا الأمر. وإذا احترمت هذه الأحكام الشرعية، إذا عرفت أولا ثم احترمت، فإنها من شأنها أن تؤدي إلى الانسجام وتؤدي إلى الطمأنينة والتعاون داخل المجتمع. لكن الظلم إنما جاء بسبب إهمال هذه الأحكام، فهذا يريد أن يبيع بيعا فيه غرر لا يهمه إلا أمر مصلحته هو، وقد تنشأ شركة من الشركات مثلا فتبيع بيوعا غير شرعية، مثلا شركات تكون كبيرة، شركات عقارية مثلا، تريد من الموظفين أو من المواطنين أن أو تعرض عليهم قطعا أرضية للبيع، شركات كبرى على المستوى الوطني مثلا، فتنشئ تجزئة من التجزئات وتعلن الإعلانات أنها ستبيع قطعا من الأرض في المكان الفلاني، فيتوافد الناس على هذه الشركة ويعبئون ملفات ويشترون، ولكنهم لا يعلمون لا الثمن ولا يعلمون لا الموقع ولا أي شيء، بمعنى أن الشركة في نهاية المطاف تظل هي الحرة في أن تحدد الثمن الذي تشاء، وتظل كذلك حرة في أن تمنح الإنسان الموقع الذي يشاء، وهذا كله بيع فاسد فيه إضرار بالمواطن، فيه إضرار بالإنسان، ولا يمكن للشرع أن يقبل مثل هذا البيع. هذا بيع فيه غرر يمكن تفاديه، الغرر الذي يمكن أن يتفادى يجتنب، الغرر الذي لا سبيل إلى تفاديه يمكن تحمله، ولكن الغرر الذي يمكننا أن ندفعه لماذا نقبل به؟ أي منذ اللغة الأولى يجب أن يكون الثمن معروفا والموقع معروفا، فيقال لفلان إن أردت أن تشتري قطعة أرض في المكان الفلاني بالضبط فثمنها كذا، فليشتري أو ليدع، ولكن تتخلي له تبيع له في العموم، ومن بعد تجيب له تقول له غندير القرعة هو كان ناوي هنا يجب نروحوا في 6 كيلومتر 7 كيلومتر بعيد، فهذا بيع طبعا قد يقبله الإنسان على مضض، ولكن الإنسان لا يقبله وهو راض. والشرع يقر في البيوع الرضا، أي من عناصر البيع الصحيح والعقود الصحيحة أن يتراضى البيعان، أي البائع والمشتري يكونا متفاهمين متفقين. على كل حال إن أمر البيوع وما يتصل به مجال واسع لبيان مصلحة المؤمنين، أي كل ما التزم المؤمن بهذا الشرع إلا وحصلت لهم به حصل لهم بذلك نفع عظيم. بقي الآن الإشارة إلى مسألة ونقطة مهمة، وهي نقطة رفع شعار المصلحة وزعم المصلحة في كثير من الأشياء. أي هناك أناس يدعون صباح مساء إلى أشياء يرونها إيجابية، وهؤلاء الذين يدعون إلى أشياء إيجابية كل واحد منهم يبررها ويعطيها غطاء أو طلاء الدفاع عن يعني المصلحة. هذا أراد للمرأة أن تكون سافرة فبرر هذا، الذين أرادوا للمرأة أن تتعرى وتنكشف صوروا أن الحجاب يمنعها من الحركة ومن النشاط ومن، وقبل بذلك من قبل، وجرى الناس
ولكن طبعا بي 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 بدرجات وبمراحل جرى الناس الى التهري والانكشاف حتى سوي للناس للاباء والنساء والرجال والكبار والصغار ان من مصلحة المرأة ان تكون منكشفة المتعرية. اشني هي المصلحة؟ مصلحتها هكا. اما اذا ظلت متحجبة فهذا يعوقها وهذا سبب تخلفها وكذا وكذا. اذن بهذا برفع شعار المصلحة استطاعوا ان يضربوا جزءا مهما من احكام الشريعة. برفع شعار المصلحة عطلنا الشريعة الاسلامية. لو قلنا للناس ان الشريعة الاسلامية من حكمها كذا وكذا في السارق او في القاتل او كذا فان الناس يقولون ان هذا الوقت لا يناسب وان الزمن قد تغير ومن كرامة الانسان ان لا يجلد والا كذا وكذا ان ذلك. وتقمص هذا بعض اعداء الاسلام وتابعهم بعض المغفلين من المسلمين ورفعوا الشعار فاذا بهم يدافعون عن شيء هو هدم للشريعة الاسلامية. اذا فهل نقبل الى ما لا نهاية له ان نخدع بهذه القضية قضية المصلحة؟ اي هل كل من رفع شعار المصلحة فان قوله صادق وصحيح ويمكن ان يؤخذ به ام لا؟ ما هي فلسفة الشريعة الاسلامية؟ ما هي فلسفة الاسلام في قبول المصلحة او رفضها؟ ان الاسلام دين منظم، دين لا يخدع فيه المؤمنون. ان الاسلام له منطقه الصارم الذي يحصل المصلحة ويدافع عنها ولكن في نفس الوقت يكافح كل انواع التهتك وكل انواع الميوعة وكل انواع التفلت من الشريعة الاسلامية. فليس الدعوة الى المصلحة كافيا لاجل لترك الشريعة الاسلامية. وبمعنى اخر ان علماءنا الاقدمين رحمهم الله ورضي عنهم بذل الجهد الكبير في بيان فلسفة الإسلام وفي اكتشاف فلسفة الإسلام في قبول شيء ورفض آخر. قال العز بن عبد السلام رحمه الله إن البحث أو إن إيجاد شيء واحد الذي هو مصلحة مطلقة أو إيجاد شيء آخر الذي هو مفسدة مطلقة أمر عزيز نادر. أنت لا تكاد تجد في الأعم الغالب شيء هو مصلحة مطلقة أو مفسدة مطلقة، لأن الدنيا دار أكدار فقد اختلطت فيها المصلحة بالمفسدة. وهنا يأتي الجهد لأجل تمييز ما هو صواب مما هو خطأ. الدنيا دار أكدار تختلط فيها المصلحة بالمفسدة، فأنت مثلا تريد الحصول أو تحصيل العلم، والعلم بالنسبة للإنسان مصلحة وخير، وهو الذي يميز الإنسان عن بقية الكائنات. الإنسان مميز بالعلم، علم بالقلم. أول ما من الله تعالى بالإنسان أن أعطى قابلية التعلم، فمن لم يتعلم فقد ضيع القابلية التي أودعها ولم تودع على الحيوانات. على كل حال إن تحصيل العلم مصلحة، ما في ذلك من شيء، ولكن قبل أن تحصل شيء من العلم قد يلزمك ذلك يلزمك تحمل مشاق كبيرة، سهر ليال واتباع شيوخ وقراءة ومطالعة وشراء كتب وسفر واهتمام وإهمال لبعض شؤونك الدنيوية، في الأخير قد تنال شيئا من العلم. لأن العلم بطبيعته كما قيل العلم معتز بنفسه، العلم شحيح، العلم بخيل. إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. العلم بطبيعته لا يمنح نفسه للناس هكذا، فإن أعطيته وتفرغت إليه أعطاك بعض العلم، لا تجمع كل علم الدنيا. ولكن إذا أعطيته بعض وقتك وانشغلت في أمور أخرى لم تنل أي شيء ولم تستفيد شيئا. إذن فالعلم وهو مكسب مهم تحف به وتحط به مصاعب ومشاق ومضار ومفاسد. ورب علماء جاعوا، ورب علماء عرفوا العري، وعلماء عرفوا الغربة وما إلى ذلك، بحيث علماؤنا القدماء جميعا لاقوا الشدائد العظيمة في تحصيل العلم، ووصلوا في ذلك إلى درجة لا تتصور من ركوب الأخطار والسير على الأقدار. وكان يمر على بعضهم الأيام وهو لا يطعم شيئا ولا يأكل شيئا من أجل طلب حديث أو من أجل
طلب فائدة من الفوائد. إذن فالعلم بهذه الطريقة كما قلت وإن كان حق خيرا كله لكنه محفوف بمضار كثيرة ومفاسد كثيرة وفوات المال وفوات كذا وفوات كذا. إذن فكما قال العز بن عبد السلام غالبا ما لا تجد مصلحة محضة شيئا هو مصلحة محض أو مفسدة محض. إذن فكيف يقع؟ يقع أن هنالك طريقة في التوازن، طريقة إسلامية ذكية مهمة في تقدير الأشياء والموازنة بينها. هذا لا يعني أننا لا يمكن أن نجد شيئا هو مفسدة ظاهرة أو مصلحة ظاهرة، نجد هذا ولكنه قليل، والغالب أن تجد المصلحة والمفسدة مرتبطتين ملتبستين. بمعنى أن كثير من الناس يرونك المصلحة ولكنهم يخفون المفسدة، ولو أطلعوك عن المفسدة لغيرت رأيك، يظهرون لك شيئا ويبرزون لك منه جانب المصلحة لأنهم يريدون أن يخدعوك، كرجل يريد أن يسودك مثلا أن تدخل عملا تجاريا فاشلا، يقول لك راه كاين واحد مشروع تجاري وراح أصمدو في راسو وما جبرش كي تفكي منه، يقول لك الواحة في واحد بوي كذا وسوف كذا وسوف كذا وسوف كذا، لما تدخل وتجيب روحك الداخل تكتشف مساوئ لأنه كان بين لك في الأول ما غاديش تزيد، فبين لك جاري بمصلحة وجاب لك الربح على ظهر الجمال، ها ساقي على ظهر الجمال جبلك، ولكن لما دخلت للداخل جبرت في أن المشروع فيه الضرائب راه تسالوا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وعرفت روحك باللي غرقت حتى الودنين، ولكن هذه المفسدات لو ذكرت لك لا ما قبلت على المشروع. هذا نفس ما يقع لنا الآن حينما ندعى إلى ترك الشريعة الإسلامية، ندعى بطريقة التزيين والتهريج حتى نقع في الفخ، فإذا وقعنا فيه بعد ذلك تتبين لنا المشاكل تتبين لنا الأمور. إذن للإسلام كما قلت طرق في التعامل مع المفسد، إذا كان الشيء فيه مصلحة ومفسدة فإن الإسلام فيه منهج. أولا لقد يكون الشيء ظاهرا المصلحة أو ظاهرا المفسدة فهذا لا إشكال فيه، فهناك أشياء يبدو أنها مفسدة متجهة أو أنها مصلحة متجهة كذلك. مثلا كون الإنسان يشم الهواء يتنفس الهواء، كون الإنسان يتبرد بالماء البارد في اليوم الحار، كون الإنسان يستريح بعد التعب الشديد، كون الإنسان يأكل شيئا بعد جوع قاتل، كون الإنسان يشرب بعد ظمأ شديد، هذه لا شك أنها مصالح لا مندوحة للإنسان عنها، ليس الإنسان عنها مفر، إن لم يشرب الماء مات، إن لم يتبرد حصلت له مشقة. إذن فهذا الأمر فيه مصلحة واضحة، هناك أمور أي أمر آخر فيه مفسدة واضحة كالكفر بالله لا مصلحة فيه لأحد، لصالح من يكفر الإنسان أي ماذا يعود عليه هذا بأي مصلحة يعود؟ لا مصلحة فيه. قتل الناس ظلما لا مصلحة فيه. إحراق مال آخر زرع آخر مثلا ظلما وعدوانا لا مصلحة فيه. إذن فهذه الأشياء واضحة، ما كان فيه المصلحة هي الظاهر والأعم وكذا فإن الشرع يأذن به أو يوجبه، وما كانت فيه المفسدة ظاهرة في الشرع ينهى عنه لا إشكال في ذلك. هذه الحالة القسم الأول. الحالة الثانية هي حالة ما إذا كانت المفسدة ضئيلة إلى جانب المصلحة أو المصلحة ضئيلة إلى جانب المفسدة. هناك شيء فيه مصلحة ومفسدة لكنك إذا تنظر فيه تجد أن المصلحة غالبة وأن المفسدة قليلة، فالشرع لا يهتم حين ذلك بتلك المفسدة ولا يعتبرها ويجعل ذلك الشيء العمل مأذونا به بل قد يجعله واجبا. يمثل الفقهاء لهذا مثلا أو الأصوليون لهذا بمثال ما لو كان إنسان سباح يجيد السباحة يرى رجل آخر لا يجيد السباحة وهو يغرق في اليم في البحر أو في النهر فقفز إليه وأنقذه وهو يفقد ذلك طبعا، لا شك أن إنقاذ النفس مصلحة كبيرة وعمل عظيم، هو على الشخص لا بد أنه سيلقى مفسدة
سيتعبوا او سيبردوا، سيحسوا بالبرد او التعب، لكن برده او تعبه ليس شيئا امام انه امام المصلحه العظيمه. فالمصلحه هنا راجحه، المصلحه واضحه. اذا فتلك المفسده لا عبره بها ولا اهتمام بها، ولا يمكن ان يرتب الشرع عليها شيئا. وكثير من من افعالنا من هذا القبيل. تريد ان تتاجر فتعترضك مصائب، الذهاب الى الدكان، افتتاح الدكان، البقاء فيه، اضاعه اليوم فيه، ولكن هذه مفاسد فعلا وتضييقات على الانسان بالنسبه للانسان. ولكن هذه ليست حينما يحصل الانسان قوته وقوت اهله ويجمع ماله من تلك التجاره. اذن هي فيها شيء ولكنه قليل. وبالنسبه مثلا للذهاب الى الحج، الى اداء فرض الحج، هناك ولا شك مشقة للإنسان في التحمل وأداء المال، دفع المال الكثير والمخاطرة في الطريق وما إلى ذلك من المصاعب والمتاعب. لكنها أن يكون في الشيء مصلحة صغيرة وأمامه مفسدة كبيرة، هذا أيضا ينظر الشرع إليه. فإذا كانت المصلحة هنا أقل صغيرة والمفسدة كبيرة، لا نجازف بالمصلحة نهتم بها وهي صغيرة في مقابل المفسدة الكبيرة. هذا هو المشكلة اللي وقعت للمسلمين أيها الإخوة. هنا قد يكون الشيء فيه مصلحة، ما نقولش بأنه فيه مصلحة، لكن مصلحة صغيرة وأمامه مفسدة عظيمة جدا. فالناس مما يريدون الزيغ والضلال لا ينتبهون الى جانب المفسدة العظيمة، وانما يركزون على المصلحة الصغيرة. يجيك واحد يقول لك اودي حقق الان شريت مثلا البارابول، بارابول شي حاجة كبيرة مفيد جدا، اش راك دير؟ حنا شفنا ذاك اليهودي كيدفنوه، وشفنا الصلاة في المسجد الحرام، ورحنا نشوفوا اذاعات كذا، ورحنا مزيان مليح تفرجت مزيان، ومن بعد كي مشيت روحت انت وخرجت واش دار ولادك؟ كيبقى القلب واش مشافوا ولادك؟ ها؟ واش كانوا يشوفوا ولادك كي كنت انت ناعس ولا كانوا يقلبوا كيشوفوا احوال اخرين؟ وعندهم المواعيد وعارفين ماذا يرون، ها؟ كيفاش تغير اليهودي اللي مات؟ تفرجت فيه، ولكن ما شتي النار اللي شعلت لك في الدار كاع غادي دير كلشي. ها هذيك ديك العافيه اللي رشعت لك في الدار، هذاك الشاب اللي العمر ديالو 20 سنه ولا 18 وتسمح له بان يرى مثل هذه المناظر المخزيه، ما تصورش المآذين والمصير ديالو. واش راك تقدر الكلام ولا غير تهدر؟ فلذلك قلت الناس يحبون دائما التاكيد على اشياء مصلحه، نعم كلهم فيه مصلحه ولا احد يجادل في ذلك، فيه مصلحه، ولكن قدرها امام المفسده. ترى أن المصلحة ضئيلة 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 إلى جانب تلك المفسدة. النهار اللي الإنسان يدور واحد 3 سنين 4 سنين عاد يوصل الخبر ديال داك الشيء اللي كان يدير، يشوف على دوك اليهود اللي كيتفرجوا فين فين غادي يوليو عنده في الدار. كي تفوت 4 سنين يكتشف بأن عقليات أخرى تغيرت. وهذا الآن لاحظوا حتى بعض وسائل الإعلام التي كانت من قبل محترمة نوعا ما وتبتعد عن الفاحشة أصبحت تظهر مناظر مخزية، ها؟ إشهارات فيها مناظر مخجلة مخزية ما كانت ترى من قبل. علاش؟ تعرفوا علاش منين جات هذيك؟ لأن الذين يشرفون على هذه الأجهزة إذ ينظرون إلى ما هو أضخم، إلى المناظر الفظيعة الكبيرة، يرون أن ما يقدمونه ليس مخلا بالأخلاق. فإذا حسهم تغير، ما عادوا يرون أن هذا شيء فظيع لأنهم رأوا ما هو أفظع. إذا فصار الإنسان بطبيعته يتعود على المنظر القبيح ويأنس به فيرى هذا أمرا سهلا. لاحظوا بعض الوسائل بعض الأشياء تغيرت وتبدلت لأن هؤلاء الذين بدلوها لا شك في ضمائرهم، ربما قالوهاش ولكن هذا الشيء اللي واقع، أنهم في قلوبهم يرون أن هذا الشيء تافه لأنهم يرون ما هو أضخم وأعظم. فلولا أنهم رأوا تلك المناظر الفظيعة لعرفوا أن هذا مخل بالأخلاق. وإذا كنت أنت الآن لا ترى إلى تلك الشيطان الفاحش
الفاجرة الفاسقة فسترى أن هذا شيء فظيع وشيء لا يمكن أن يرى في بيتك. لكن إذا كنت أبحت في بيتك تلك المناظر القبيحة فبعد ذلك هذا الشيء كل شيء غادي يبقى سهل. رجل يقبل امرأة في التلفزيون سبحان الله كبيرة شفنا ما هو أكبر داخل من يقول هذا الإنسان. فسيدي ما نشوفوا حنا لا تراويح وما بغينا نشوفوا حتى شي واحد، بغينا غير نحفظوا نفوسنا وصافي. ما بغينا حنا ما بغينا كي بغى التراويح مشي للجامع. التراويح مخلوقات ما عمرها ما كانت في التلفزيون. إذا بغى التراويح روح للجامع وتصلي التراويح. ولكن هذه الطريقة لأن قلت لكم الطريقة الأمر الذي دائما تسول به الأشياء إننا لما نمتلك بعد الحس الذي به نستطيع أن نوازن. ولذلك دائما يكون تكون موازنتنا جائرة ظالمة، نركز على شيء في مقابل أشياء وأشياء. وتعلمنا هذه القضية، تعلمنا أن الرجل المؤمن فينا المتدين فينا المتدين فينا يريد أن يقيم حفلة عرس فيحطم كل القيام ويحطم الدين ويحارب الله ورسوله في مقابل إيش؟ في مقابل نشوة ولحظة عابرة. لحظة عابرة باش واحد ليلة تفوت له مزيان وكذا، ولكن اللي بنيتو 20 سنة مشي في ديك الليلة. 20 سنة تتعلم له ديك الأخلاق والفضيلة وهذه حلال وهذه حرام، واحد النهار تخليهم يشربوا الخمر في الدار وتخليهم كذا وتخليهم كذا باش ايش؟ باش يتحقق واحد الشيء شنو هو؟ النشاط والفرحة. باش واش انا العرس غادي يكون بحال الكنازة؟ لا بدك خصنا الناس يفرحوا ويشكحوا ويردوا ولا ايه؟ ايوا داروا داك الشيء ولكن كل شيء مشى. وما عند الله أعظم العقوبة التي تنتظر هذا الإنسان أكبر. إذن كيف ترجح مصلحة تافهة لا يمكن؟ كما ذكر بعض العلماء أيها الإخوة وذكر هذا العز بن عبد السلام، قالوا إن الحيوانات بفطراتها تمتلك هذا الترجيح بين المصلحة والمفسدة. وهذه إشارة لطيفة جدا. الحيوانات وهي عجموات ولا تفكر عندها هذا الحس، ما تمشيش المصلحة حتى تبعد عن هذا الحيوان. هذا الغزال قد يقتله الظمأ ويريد أن يذهب إلى الماء في المساء ليشرب، لكنه لا يقفز إلى الماء قفزا، إنه إن يذهب إلى الماء يحاول أن يتأكد من أنه ليس هنالك رصد، ليس هناك شباك، ليس هناك صياد، ليس هناك أسد، ليس هناك. فإذا رأى شيئا يشبه أن يكون خطرا لم يشرب الماء. ماشي اللي بغى يشرب الماء عنده فيه مصلحة، راه عطشان. هذا ماشي بالعقل، لا يستسلم للعطش أيها الإخوة. هذا حيوان في البرية لا يستسلم للعطش، يعرف أنه عطشان ولكن قبل أن يفكر في المصلحة هو يفكر في أن في المفسدة. يخاف ما يوصلش ذاك الماء، يخاف يوصل الماء ما يرجعش. ولذلك قال الشاعر: وخير الناس من لو مات عن ظما لا يريد الورد حتى يحلم الصدر. وخير الناس من لو مات عن ظما لا يريد الماء لا يريد الورد حتى يعرف من اين يعود. اذا الانتباه الى المفسدة والبعد عن المفسدة عندنا في الشريعة الاسلامية مقدم على جلب المصلحة. الشريعة الاسلامية عندها هذا المنهج، ما تفكرش في الربح حتى تفكر اول ما تفكر تفكر في الخسارة. سمعت؟ بعد على الخسارة على طول على الربح. انت تدور على الربح وانت غادي يمشي لك راس المال. اذا دفع المفسدة مقدم على جلب. هذا منهج ايها الاخوة باش تتصرفوا في كل المسائل ديالكم. لان كثير من الناس لو كان عند الناس هذا الحس واخا ما يكونوش فقهاء، يكون عندهم واحد ميزان في التفكير. شنو دائما نقول لكم؟ الاسلام خصو يكون المسلم مثقف ويكون عنده عقل ويكون عنده وعي. علاش الاسلام ديال الخرافات ما يمكنش يمشي كاين؟ الاسلام ديال الخرافات يعطيك عقليه مقلوبه، عقليه مشكله ما تعرفش تفكر وتبقى تتسول في المسائل التوافه. اذا كنت انت مواطن صفت انت حتى الرباط الركن المفتي، كيفاش انا صليت ونسيت التحيه الوسطى؟ كيف شنو ندير؟ ضعف الطالب والمطلوب الذي سوى الإجابة. كيف تتسول من حتى الربط تسول على 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 التحية الوسطى؟ غادي 600 كيلو متر تسردو رسالة تسناها 3 شهور 4 شهور ولا عام باش يشدو ديالك باش تعرف باللي خصك السجود القبلي؟ كاين شي غفلة أكثر من هذه؟ شي بلدة أكثر من هذه؟ ودور على الأول كي تقول السلام عليكم الأول اللي قدام تسولو يقول لك باللي خصك السجود القبلي. ولا ما جاوبك في الرباط كاع هذاك ذاك البرنامج بطلوه كاع تلقى الله بلا ما تحبس الصلاة. إلا
هذاك ما لقاش تخدمش هذاك البرنامج طيروهم بالعرف ما تصليش. ولكن هذا يدخل كله في, 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 في نوع من الفكر ما يرتقيش الفكر يبقى هابط ما غاديش يسولوا مثلا واحد مسول الفقيه ايها الفقيه ما قول كذا ما فضلك في الترجيح بين المصلحات والمفسدات كيف يتم لعطينا طريقه بالتفكير اما هذه جزئيه من جزئيات التاريخ الائمه نقولوا له يقول لنا يجاوبنا عليها واش نقاطع على هذا ماشي معقول ولكن يبقى في هذا قلت اذا فالطريقه التي يجب ان نفكر بها والتي نتعود هي هذه المنهج فقلت لو ان الناس كانوا يعرفون كيف يفكرون من هذا اسلاميا شرعيا لاجتنبوا كثير من الاسئله التافهه ما يسولوش الاسئله التافهه الان يسال انسان عن المصلحه سئلتها في مره سابقه في هذا المجلس عن اكتساب الجنسيه لدول اوروبيه وبعض الاخوان يعيشون في اوروبا ولهم ذريه هناك ويريدون ان يتموا كل شيء عن طريق اكتساب الجنسيه قلت كي اكتسب الجنسيه الفرنسيه غادي تعطاني كذا وكذا 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 من الحقوق وغادي نبقى ندخل ونخرج بلا فيزا وغادي تكون عندي الحق باش نمشي حتى للسوق لا ويسالوك عندي جواز اوروبي ويكون 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 عندي الاجره ويكون عندي ويكون عندي اشياء نعم هذه كلها ندير لها واحد العنوان واحد سميتو الجانب المادي اي من الناحيه الماديه غتكون مزيان نعم هذا واحد ولكن السؤال سولك انا وانت شفتي براسك انا ما شفتكش كيف ستكون من الناحيه الدينيه انت ولادك غادي تكون هذيك هضره اخرى من الناحيه الدينيه لا شك انني ساخسر كل شيء ولادك انت راك متدين ولادك ما يمكنش تحملهم على التربيه الاسلاميه لان في مدارسهم لا يجدون شيء اسمه التربيه الدينيه في مستقبلهم هم وهي اولى الاندماج داخل المجتمع الغربي المجتمع الغربي الان يهيئ لهم ليذيبهم داخل منظومته المجتمع الغربي لن يسمح بوجود حضارتين كما قال انه قالوا هكذا الان ولدك في المستقبل اما ان يندمج وينصهر واما ان يعزل ويرفض ويطرد هذيك الجنسيه ما غاديش تكفيه اذا كان باغي يبقى مسلم ما تكفيهش ما غاديش يبقى لنا شاذ لبقى يمشي حتى هو الجنديه لبقى حتى هو يدخل جندي معه لا بد ان يقاتل المسلمين ان قاتل المسلمون الكفار على كل حال سجريع لن يسال عن احكام الارث لن يسال عن اشياء واشياء كثيره سيجب عليه ان يتنازل عنها اذا قال اذا تشوف الجانب الدنيوي راك مزيان ولكن تشوف الجانب الاخروي راك خاسر خسران مبينا اذا سلكتك الجنسيه انت ما غاديش تسلك ولدك وما تسلكش الحفيد ديالك انت راك مسلم ولدك غادي يولي نص مسلم ولدك ما عمرو الجره تاعو ما تقبل تماك واللي شفناهم مشاو بلا قالوا ولاو هما بروحهم بداو يتسماو جون بول ولاد مسلمين جون بول راح نشوفهم دائما في بعض الاسماء اسم مركب بول بول احمد شنو هو كيفاش دار كيفاش وصل هذا المسلم ما تخليناش من هذوك الناس الكبار هذ الناس الكبار مشاو مسلمين ولكن اللي عمره ما فتح عيني في المسجد باش بغيت يكون مسلم غير هكذاك لان باه كان مسلم لا وما يهيئ للمسلم هناك يعني اذا فلنقول ان المصلحه هنا اقل من المفسده، المفسده عظيمه. اذا فلنغلب جانب رعايه المفسده ونقول ان هذا الفعل لا يجوز وهو حرام. وجينا مهنيين. وهكذا قيسوا هذا في الخمر، قيسوا في التبغ، قيسوا في اشياء كثيره، التبغ ما عندك شيء، جيب المصلحه وجيب المفسده ونشوفوا. تجد ان المفسده عظيمه وان التبغ يصل الى قتل النفوس وان الناس ماتوا بشرب الدخان وكذا وكذا. ما هي المفسده اللي شنيه؟ وش المصلحه اللي عنده؟ تقريبا ما كاينش قولك الانسان لما يدخن اذا تبان له اشياء جميله ويفكر مزيان العقل ديالو يتفتح ياك علاش يتفتح؟ علاش يتفتح؟ لانه هو وصل لك الدرجه اللي بقى يتفتح حنا كنا نتفتح مباشره وبدا يتفتح الدخان كنا نفكروا طبيعيا لما تبدا هذا كما قال بعض الفقهاء لاحظوا الفقهاء هذا السؤال طرحوه منذ مدة بعيدة أي لما ظهر التبغ تقريبا في 1006 هجرية لما ظهر التبغ في 1006 لما ظهر في المغرب أجابوا وقالوا إن هذا الذي يزعم أنه لا يفكر حتى يدخن يكون بمثابة من مزق ثم رقع يمزق ثم بعد يبدأ يرقع فأصلا خليه لا تمزقه
ولذلك افتى كثير من العلماء منذ هذا 5 قرون منذ هذا الوقت بان هذا حرام، بان هذا حرام قائما على ترجيح بين المصلحات. ايها الاخوه، اذا هذا يعطينا الان منهجا عظيما متكاملا في الموازنه بين المصلحه والمفسده، ماشي غير في الطهاره والوضوء في كل حاجه. ما من شيء تفعله، ما من شيء تقبل عليه الا ووازن فيه بين المصلحه والمفسده. وبعض المرات سوف تجد نفسك انك تهتم بالمصلحه الصغيره وتتكبد من اجلها مفاسد ومفاسد عظيمه. كثير كثير من الاشياء نرجع لها بمقياس المصلحه، كثير من الاشياء يجب ان تراجع. حتى هذه الرياضه الان مصلحه، الرياضه مصلحه، لا شك في ذلك بشكل، ولكن الرياضه بما تحريك الناس العضلات ديالهم كذا مزيان، لو ان الناس قاموا وتحركوا لطردوا عن جسمهم الامر، اجسامهم الامر. ولكن الرياضه اللي الان هي شنو يفسد المصلحه فيها؟ في مقابل شنو المصلحه؟ الروح الرياضيه والتنشيط وكذا وكذا، شي كلام هكا من قبل، ولكن شنو المفاسد اللي وصلنا لها؟ كبيره جدا، مضيعه الوقت، ملهات مجموعه ديال البشر من الشباب خصوصا في سن معينه يخرجون من ثانويات وكذا وينخرطون في هذا ويسافرون في كل الاتجاهات ثم تضيع مستقبلاتهم. ها اموال كثيره تهدر، اي في البلاد ما تجبرش فيه مستشفى ولكن تجبر فيه ملعب كبير، تجبر مجموعه ديال الاموال توضع على ذلك، تذهب المساله تزيدها تكفنها بالتوتوفوت وبالقمر باش يتسجد. الرياضه خاصها باش تمشي خاصها شويه ديال التوتوفوت وتزيد شي شويه، بعض الفرق ما عندهاش شي مسكينه باش تحرك، خاصها نشجعوها ماديا، نعطوها رخصه ديال الخماره. كثير المولوديه راه ساهمت شحال ديال الخمارات في وجده جزاها الله بخير. نعم بعض المخمرات فتحت بسبب الرياضه في وجده، كلمت على جهات قبل ما نعرفوهاش، خصها ندير الخماره باش كذا باش يعاون الفريق. وصحاب الخمارات هم الان اصبحوا هازين الرسم لانهم راهم يقوموا بواحد الواجب كبير، لانهم يشجعوا الرياضه، والرياضه اللي قال عليها شي حاجه اخرى خصنا نتفاهموا معها. الرياضه شي حاجه مقدسه، اسمع هذه الرياضه هذه هلا غنوسخوا القاذورات، هلا غنوسخ. وقف على هذا، ما تشوفوش انا قلت لكم، ما تشوفوش جانب المصلحه الواحده التي تزيان وفي المقابل سكتوا على المفاسد الكثيره. ها قارنوا بين المصلحه والمفسده. واما المسائل التي هي مصلحه كبيره، الاسلام لا يمكن ان يكون له الا موقف المؤيد. هل قال الاسلام للناس لا تتعلموا؟ هل قال الاسلام للناس لا تبنوا المختبرات؟ هل قال الاسلام للناس لا تدفعوا شبابكم الى العلم؟ هل قال الاسلام امنعوا الشباب من البحث والمطالعه؟ هل قال الاسلام للناس لا تتعاونوا في الخير؟ هل قال الاسلام لا تكونوا رجالا صادقين؟ هل قال الاسلام كل المقومات التي جعل البشر بشر كل الاسلام دفع اليه؟ هذه اشياء يجب ان تكون عقولنا قادره على ان تمحص وان تتميز، وتكون عندنا شجاعه لان نقول هذا صواب وهذا خطا، فما كان خطا نتبرأ منه ونتركه، وما كان صوابا نقدم عليه. الاسلام بلا ما يفتيك المفتي، الاسلام معك اذا كنت في العمل الذي يعود عليك وعلى الامه بالمصلحه النافعه التي اعتبرها الشرع فالاسلام معك ويؤيد. ولكن ما تخليش الناس اللي يزينوا لك، لان الباطل ان يزين. واحد مصلحه قد هكا ودلك بالك واحد معناه عندك 5 غرامات ديال المصلحه وقبلتها 10 طن ديال المفسده، يرجحوا المصلحه يرجحوا المفسده. ها ما كاينش شيء معنى عندك، ما تديش حتى شي مصلحه مفسده كذا ويقول معليش. مثل مثلا امراه مثلا تقوم بالالعاب الرياضيه من 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 التحرك على الحبال وكذا، ماشي من تشوفوا في السيركات وتشوفوا كذا، ولكن في اي منظر، في ابشع منظر، امراه مكشوفه مفضوحه وكذا كذا، في مقابل خصك تخرج فيها وتصفق عليها لانها راه دير عمل رياضي. هذا العمل الرياضي مقابل هدمها الاخلاق ليس شيئا. اذا هذا المنهج الاسلامي في النقطه الثانيه كما ذكرت لكم، وهو ان ما غلبت المصلحه فيه في الاسلام يؤيده، وما كانت المفسده فيه غالبه في الاسلام ضده. والاسلام لا يهتم بما هو اقل او ثانوي. هذا المنهج او الاسلوب الثاني. ثالثا
الإسلام من شأنه أن لا يهتم بالمصلحة المرتبطة بالمفسدة الممزوجة بالمفسدة إذا كان بالإمكان الاستعاضة عن تلك المصلحة واللجوء إلى تحقيقها بطريقة أخرى. هناك أيها الإخوة أشياء فيها مصلحة والإسلام يقولها، ولكن تلك المصلحة تجدها مسوبة ومرتبطة بمفسدة، فهذه المفسدة تكون طارية وغالبة وضارة، فماذا يفعل الإسلام؟ لا يجيز الإسلام تلك المصلحة، قل خليها لك لأنها مرتبطة بمفاسد كبيرة، ولكن الإسلام يبحث عن بديل أو بدل لتلك المصلحة فيحققها من طرق أخرى. وهذا أسلوب عجيب وأسلوب رائع في القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل في الدفاع عن مصالح الناس. شوفوا الفقه كي دفع مصالح الناس. قل لي واش واحد الان غادي يكون يشرع الان في المره يكون في البرلمان واش يستطع يفهم هذا الشيء اللي قال الاسلام؟ غير يفهمه ماشي يدافع عليه، يستطع يفهمه؟ الله ما يعرف له اذا ما قراش الاسلام. هذا التنظيم الخمر هو المثال. الخمر حينما تحدث القران عنها ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. شوف الطريقة للقرآن، ما جحدش يجي خمر ما قالش لا فائدة فيها، لا فيها فائدة، ولكن قال اسم كبير عظيم ضخم ومنافع، بعض المنافع للناس. ما هي المنافع التي تحدث عنها العلماء؟ قال انه قد يكون موردا اقتصاديا لبعض الناس، اي بعض الناس يمكنهم ان يتاجروا فيه فيربحون من جراء ذلك مالا. قالوا إن الخمر يمكنها أن تذهب الأحزان، إذا كان الرجل محزونا مهموما يشرب الخمر فيتناسى أحزانه ويفرج أحزانه بتلك. إن الخمر مدعاة إلى إثارة الشجاعة والسخاء في الإنسان، الخمر تجمع الإنسان كريما، كريم ليك يكون سكرا مش يكون كيفير، فربما يبذل كذا كلام اللي بلا عقل، كان بخيلا وسكرا فصار كريما، وادفعه ربما الى الشجاعة وقد يتجاوز الشجاعة الاعتداء وقطع الطريق. على كل حال هذا على كل حال لما كان الزمان رديء قبل كانوا فيه بعض السكراء، حتى ديك السكرة ديالهم كانت تمشي في هذا الاتجاه، ما السكرية ديالنا شي كاع ما عندهمش عمره ما يكون كريم، لا ما يكونش شجاعة، ما يكون فيه غير الفوضى ويزيد القباحات وصار. هذا يقول فيه شجاعة وفيه هذا السكري ديالنا ما فيه شجاعة، إلا كان تصرف بشي واحد ضعيف يغلب عليه يقلع له فلوسه وصافي. ما نتكلموا على الخمر ديال بكري والسكري ديال بكري ديال اليوم حاجة أخرى. على كل حال قالوا إن الخمر فيه هذه قالها العلماء لما تحدثوا عن منافع، لكن قالوا إن هذه المنافع يمكن عزلها من جهتي ودفع الخمر التي لابستها، ففريج الهم وإذهاب الهم وزرع الشجاعة والشهامة والسخاء كل ذلك يمكن، ولكن ليس بطريق الخمر وإنما بطرق الموعظة الحسنة والشعر الجيد، فلا يمكنك بالقصيدة الجيدة بالخطبة الرائعة بالدرس الحسن بالموعظة الحسنة جعل الناس كراما وشجعانا ولم يفقد عقولهم. شوف الإسلام راعى هذه الأشياء وقال كاين الطريقة ديالو اللي يفوت لهذه الأشياء. الإسلام طريقته هو طريقة الموعظة والدرس وقراءة القرآن، القرآن إذا قرأته بقراءة يجعلك شجاعا وكريما وكذا وكذا، إذ بلا خمر عليك. المال كذلك يمكن نقول إن المال مصدر تجاري لبعض الأفراد ربما نقول حتى لبعض الدول، ولكن أيمكن الاعتماد عليه؟ هل نجعله مصدرا؟ هل نقول مثلا إذا كان عندك واحد 30 مليون ديال البشر وجبت لك واحد 10 ديال 10,000 ولا 100,000 ولا 500,000 عايشين بالخمر، عشت
حتى هما ما يكونش معاك 30 مليون يدخلوا حتى هما. إذا مادام 30 مليون عندك 25 مليون ونص ما عادش تخلو الخمر، علاش هادو 500 ألف خصهم مليون؟ علاش ما يدخلوش تما مع 30 تقيلونا في راسنا؟ واش ضروري أنهم يكونوا أصحاب؟ ما زارعهم يصلحوا للخمر؟ يصلحوا للتفاح ويصلحوا ويصلحوا، إحنا بدينا الخمارات هذه التي تبيع الخمر، لا تصلحوا لشيء آخر، تكون متاجر كبرى يديروها سوبر مارشي يديروها يديروها، والدليل أن الناس عايشين بلا خمر، هما مالهم موقع حتى شي حاجة، واحد راه حداد واحد راه نجار واحد كذا، راهم عايشين راهم لاباس عليهم. معناه ان الله تعالى لم يحصر الرزق في الخمر حتى نحرص على القلاب والدم، وكذلك على مستوى الدول. الدول ما كاينش ضروره للاعتماد على الخمر كل هذا الاعتماد، قول لا لابد ان يكون بندا في كذا، ما في ماشي ضروري، مشي الطبولي وما كاينش. ان بعض الدول قد عاشت، اننا عشنا مثلا مده طويله الان مع السوق الاوروبيه لم نبيع إليها شيء من السمك، وعشنا وعشناش ومنعت من بعض المرات خضرنا وفواكهنا من التسويق فلم نموت. يعني يمكن الحاجة تقول حاوزر ده مش شيء، مش يجب أن تكون عندك إرادة الفعل، إرادة الفعل. إذا في مقابل هذا تجد جردا للذين ماتوا بسبب الخمر، كل سنة آلاف من البشر ماتوا بسبب الخمر. هذا 113 واحد اللي يموتون مثلا في يذكرنا في التلفزيون كل شهر 113 يموت، باش كان نصفهم 50% ماتوا بالخمر. ها؟ والدليل ان رمضان لا تكثر فيه الحوادث لان الناس لا يسكرون. والدليل ان الاوروبيين يعترفون بهذا حين رؤيك بطريقتهم، حينما يدعون السائق الى ان ينفخ في هواء ليروا ان هو سكر ام غير سكر. الاوروبيين ما ياخذوه السائق يقول له شوف واحد نفخ، يقول له نفخ، فيحل الهواء يشوف واش فيه كميه ديال الكحول ولا ما فيهش. اذا ما فيش الكحول قول الحادثه عاديه ولا ما فيش، علاش ديروا هذا الفرق؟ علاش؟ لان ما عارفين بان نسبه كبيره سببها خمر. بعض الدول تمنعوا من عن باب تمثيليه 24 ديسمبر على الناس ان يسوقوا، في السويد وكذا الناس ما يسوقوش. اذا الاوروبيون يعلمون بطريقتهم بان الخمر سبب الحوادث، لذلك يعتالون عليها. علاش ما نقولش حنا عندنا دين يمنعنا منها سواء كنا نسوق او كنا راجلين؟ تجي القضية متجهة بين الصواب وبين الخير. إذا قلت إن الإسلام إذا قد يعى مصلحة ممزوجة بمفسدته فيعدل عن تلك المصلحة، أي الإسلام ألغى مصلحة الخمر، ما فيها مصلحة كلها تسمح بها، ومنع الخمر، ولكنه عوض تلك المصانع بطريقة أخرى هي كذا وكذا وكذا. والإسلام له صنيع عجيب في هذه الأشياء، كلما تقريبا منع شيئا الا واعطى ما يواجهه، منع الغناء الفاجر وكذا الساقط، ولكن اباح للناس ان ينشدوا الشعراء وان ينشدوا الامداح وينفسون بهذا. فما كان يمكن ان يسمى فنا عن طريق الادب الساقط، يمكن ان نجد فنا ارقى في عند العالم الاسلامي، مثلا فن الموشحات التي كانت يؤديها الرجال، وفن الاداء او فن السماع الذي هو فن قائم بذاته وليس اقل قيمه من فنون بعض الذين ليس لهم من الفن اي شيء، اي بعض المغنين ماذا لهم من الفن الان؟ التقرقيب صافي. بعضهم بعض الشباب ليس لهم ليسوا محسوبين في سلم الفن ابدا. لم وشو عندهم؟ يحسنون الضجيج ويحسنون اللعب بالعواطف ويحسنون إثارة الشهوات، هذا هو الفن ديالهم. هم مجموعات مجموعات كذا ومجموعات أكثرهم ما عندهم لا فن ولا يعرفوا غير ينهقوا، صف ينهقوا ولكنهم يحركون العواطف والناس يسميهم، وما ما يحسوبيش ما عندهم لا أصوات جيدة ولا يعرفوا ولا عرفوا الفن. تلميذ فاشل طردوا من المدرسة ولا فنان غدا الصباح ولا ربي الجمهور وعنده رسالة، كون فيك الخير كون درت الرسالة بعد الأولى اللي بديت بها تكمل الدراسة ديالك. أنا مش معروف مجموعة من المغنيين مجموعة من الفاشلين في الحياة تاعهم، ولكن من بعد بدأوا عندهم رسالة وعندهم كذا وعندهم مكان في المجتمع وعندهم أشياء إن المجتمع جليسة مشى انحرف. المجتمع ديال القادة ديالهم من الفاشلين من 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 هذا النماذج، من كل المجتمع كونوا غادي مهود لحدو راسك. إذا قلت الإسلام فعل هذا في الغناء، فعل هذا في أنواع من النحت ومن الفنون المجسمة. الإسلام منع التجسيم الشيء الذي له ظل، وكان الناس من قبل يصنعون التماثيل وكذا وكذا، ومن التمثال وصلوا إلى الشرك بالله وصلوا إلى عبادة الوثن. اليونان كذلك والرومان
اصطنعوا التماثيل واجسموا عليها عورات الرجال واجسموا عليها عورات النساء. بعض التماثيل الان في اوروبا التماثيل الكبيرة التي تعود الى كبار الفنانين ومشاهير الفنانين مخجلة، يضطر الرجال الى ان يصوروها باعضائها التناسلية بكذا بكذا، بحيث المسلم لا يمكن ان يتخذ ذلك في بيته. خذ واحد داير امرأة واقفة ولا رجل واقف مجرد، كيف يمكن ان يكون هذا في بيت المسلم وله ظل ولو؟ ولكن الإسلام إذ منع ذلك فقد أعطى المسلمين متسعان، فأباح لهم الخط جميل، أباح لهم التخريم، يخرمون الخشب وينقشونه، أباح لهم الجبس، صناعة القصة، الجبس كما فعل ذلك عثمان بن عفان في مسجده للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم متسعا، لأن الأمم تحتاج إلى أن يكون فيها أناس لهم هذا الولع بالفن وبالأشياء الجميلة، فلهم متسع. والإسلام على كل حال نحن، ولكن صرفهم عن السيء إلى الحسن. ووجد عندنا فنان ليسوا أقل قيمة من الناحية الفنية، ليسوا أقل قيمة من فناني الغرب من أوروبا، ووجد عندنا مهندسون في الحقيقة أعطتهم المساجد فرصة لإظهار العبقرية. كانوا عباقرة المسلمون، كانوا عباقرة. مسجد قرطبة يعتبر نموذجا للهندسة الإسلامية المتميزة. مسجد قرطبة إذ تدخل فيه تجد فيه أكثر من 1000 أسطوانة أو 1400 أسطوانة عمود، والسطح يرتفع إلى 9 أمتار، ولم يكن يومئذ الحديد ولا الخرسانة ولا الإسمنت، وكان العمود أو الأسطوانة فيها 45 سنتيمتر في قطرها، وهي ترتفع، واضطر المهندس إلى أن يبني الأقواس المزدوجة في مسجد قرطبة، القوس ثم يوضع فوقه قوس آخر. فالذين يزورون على مسجد قرطبة أو مسجد إشبيلية الخلال دارسا أو كذا يرون أن المسلمين ابتكروا ونفسوا عن أنفسهم وأثبتوا أنهم فعلا ليسوا أقل من الأمم الأخرى، وأن الذين قالوا إن الحضارة الإسلامية حضارة